السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عرض جديد من شركة شمس الخدمات الطبية، أجهزة استيراد فرز أول بحالة الزيرو ديليفري سيشن ال 7740 وال 7400 إيه؟ 7730 وال 7740. معلش يا جماعة الموديلات كتير شوية. عرض خاص وحصري من شركة شمس الخدمات الكمبيوتر على الموديلين دول. النهاردة بنتكلم في أول موديل أهو معانا إن شاء الله، الديل البريسيشن ال 7740. الديل البريسيشن ال 7740 أجهزة استيراد فرز أول بحالة الزيرو. المواصفات بتاعتها الكور اي 7 الجيل التاسع 9850 اتش، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الشاشة بتاعه العملاق الانفيديا الار تي اكس 3000. الانفيديا الار تي اكس 3000 بيبقى 6 جيجا دي رام 6 وبيعلى طبعا مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه طبعا فول اتش دي 17 بوصه، فول كيبورد، الكيبورد مضيئه، اجهزه مش محتاجه كلام كتير. والدال بريزيشن يا جماعه طبعا الميزه اللي فيه انه جهاز للعمل الشاق قوي، جهاز بتاع برامج، جهاز بتاع العاب، جهاز بتاع ريندر، جهاز للعمل الشاق. و17 بوصه طبعا وضوح للشاشه جامد، بيبقى غير اي جهاز تاني. اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. ونعيد تاني مواصفاته، الديل البريزيشن ال 7740، الكور اي 7 الجيل التاسع ال 9850 اتش، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت فيجا ار تي اكس 3000 بيبقى 6 جيجا دي رام 6 بيعلى طبعا مع الرامات زي ما انتم عارفين. شاشه 17 بوصه فول كيبورد. طبعا الاجهزه غنيه عن التعريف. العرض الثاني من شركة شمس الخدمات الكمبيوتر ال 7730. ال 7730 اجهزه برضه استيراد فرز اول بحاله الزيرو. نشيل ده كده، نوسع ده كده شويه. ال 7730 الكور اي 7 الجيل الثامن ال 8850 اتش، برامات برضه 32 جيجا، هارد بيبقى 512 اس اس دي ام 2 طبعا، كارت الفيجا بتاعه بيبقى انفيديا الكوادرو البي 3200 بيبقى 6 جيجا دي رام 6 وبيعلى برضه مع الرامات زي ما انتم عارفين. اجهزه برضه بريسيشن مش محتاجه برضه كلام كتير يا جماعه، بس بنقول مواصفات. طبعا برضه شاشه 17 بوصه، فول كيبورد، كيبورد مضيئه، اجهزه بتشغل اعلى البرامج، بتشغل اعلى الجيمزات، اجهزه ورك ستيشن ورك ستيشن. والدل البريسيشن غني عن التعريف. نعيد تاني مواصفات ال 7730، الكور اي 7 الجيل الثامن ال 8850 اتش، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى البي 3200 6 جيجا دي رام 6 وبيعلى مع الرامات. طبعا بريزيشن طبعا 2 فانه، اجهزه للعمل الشاق للعمل الشاق. وعرض حصري من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر والفتره محدوده. الديل البريزيشن ال 7730 اللي هو الكور اي 7 الجيل الثامن سعره 24000 جنيه لفتره محدوده، والديل البريزيشن ال 7740 الكور اي 7 الجيل التاسع سعره 28000 جنيه لفتره محدوده ان شاء الله. والاجهزه يا جماعه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. والسلام عليكم ورحمه الله.